الصعوبات اللي بتقابلني للتعامل مع المسنين هي بس بتبقى مشكلتها ان هم بيكونوا ميكس ما بين كذا حاجة وحاجة، ما بين ان هم التحمل بتاعهم قل جدا على عكس ناس كتير جدا بتبقى فاهمة انه بالعكس الشخص الكبير حمول، لا خالص. تاني حاجة بيبقى صحته اصلا مش كويسة، بيبقى عنده امراض سكر او ضغط او حاجات مرض في القلب او بيبقى عنده حاجات في الكلى، بيبقى خلاص جسمه نفسه الخلايا بتاعته كلها مستهلكة. تاني حاجة بيبقى مثلا عنده ضعف في السمع، فبتحتاج ان انت توجه له الكلام واحد بشكل مباشر، الكلام يكون مختصر جدا، يكون بصوت عالي وواضح ومفهوم، تحسسه انه فعلا انت معاك حق، انه الحاجة دي بتوجع، الحاجة دي بتقلم، بس احنا محتاجين علشان ان احنا نعدي بيها، علشان نعالج، علشان بعد كده ما تحسش بوجع. فتقريبا بتبقى المعاملة مختلفة تماما عن اي شخص عادي او الشخص اللي هو في السن الوسطي او اللي هو سن الثلاثينات او الاربعينات. بضطر ان انا اعامله غير ان انا لازم يكون عندي صبر وافهمه ان انا حاسه فعلا بوجعك، فهم بيحتاجوا شويه صبر وشويه رعايه مختلفه، وان انت يعني تكون اهدى في التعامل، صوتك يكون واضح، الكلام يكون مقري، لو انا عايزه اديله حاجه يقراها او حاجه تكون باينه اقدره وافهمه انه فعلا انت شخص متقدر جدا، مش عشان انت كبير فمش هيكون ليك كلمه او مش هيكون ليك مثلا سلطة على العلاج اللي انت عايزه، لازم اخد رأيه ولازم اشاركه، يعني لازم احترم انه هو حد كبير وليه احترامه وليه تقديره، وفي نفس الوقت كلامي يكون واضح وكبير، وفي نفس الوقت اعمله زي، مش عايزة اقول زي الطفل، بس ان انا اسايسه بطريقة او باخرى.